هي لعبة القدر مع نصر حسينتاي بين النزول والصعود منذ 2009؟ أم هو سوء التسيير أم نقص الإمكانيات أو لاعبون لم يرتقوا إلى سمعة النادي الذي يتواجد على شفا حفرة من السقوط إلى القسم الثاني؟ الإدارة يعني دارت كل اللي عليها، المسؤولية اللي تحملها يتحملوها اللاعبين، هما ما خدش هما أولا، هما المعنيين، هما اللي يدخلوا للتيران يلعبوا، ماشي أنا نلعب في التيران. مستوى تاع اللاعبين هو اللي يخليك تربح، هو اللي يخليك تنهزم. لما نقول لك باللي يعني الإدارة جهزت كل حاجة، وحتى جهزت في الأخير المدرب يعني من ثقيل جدا الأخ إيغيل، ولكن يرجع اللاعبين ما رمش في المستوى تاع الدرجة الأولى. يعني كاين نقول نتأسف جدا لهذا الوضع اللي رانا فيه. تساؤلات حيرت، أرقت وأتعبت الأنصار ومتتبعي شؤون كرة القدم الجزائري، ذلك أن الوضعية في بيت النصرية تجمع بين النقيضين بحبوحة مالية ونتائج في الحظ. تحذيرات من كل النواحي سبقت موسما أرادته إدارة النادي للتألق بعد توفير الأموال وتهيئة مركب بن صيان، ورغم ذلك النكسة جاءت في أولى أنفاس البطولة. 6 تعثرات متتالية تركت الفريق يتيه في حظيرة الكبار، نتائج دفعت المدرب أي جودي إلى رمي المنشفة في الجولة 10 من البطولة بعد أن تجمد رصيد الفريق عند النقطة 7. قرار عجل بتحرك الإدارة للبحث عن البديل كان في شخص البلجيكي بروس، لكن دار لقمان بقيت على حالها فيما تبقى من مرحلة الذهاب، ونتائج لا تغني ولا تسمن من جو بجمع 16 نقطة والبقاء في مؤخرة الترتيب، أمر دفع بالمسيرين إلى إعادة ترتيب البيت وتدعيم الفريق بعناصر تملك الخبرة على غرار بصغير غازي وإيزيشان. انتدابات بعثت الأمل في نفوس الأنصار الذين عادوا بقوة إلى المدرجات لمساندة فريقه، غير أن هذه الحلول لم تنفع بسير رفقاء مترف عكس التيار، ونتائج متذبذبة لم تشفع للفريق بمغادرة المنطقة الحمراء. وضعية حركت الإدارة مرة ثانية لتغيير الطاقم الفني بإقالة بروس والاستنجاد بابن النادي إيغيل مزيان الذي حاول إعادة الفريق إلى السكة. حنكة وخبرة لم تغير شيئا، ما جعل الجميع يحمل اللاعبين المسؤولية، وخاصة بعد تعثر فقاء غالم أمام مولودية العلمة وبملعب 20 أوت. مباراة كانت القطرة التي أفاضت الكأس وأغضبت الأنصار الذين نفذ صبرهم. أنا مؤسس لجنة الأنصار في ملاحة حسن ذي، بس عمرنا ما عشنا وش أنا عايشين اليوم الجحيم. تشوف الناس تخدم خدايم اللي ما همش في صالح الرياضة، ما كان حتى حاجة تخصهم. كان بعض اللاعبين تهاونوا، ما نعرف إلا داروا هاسكارة باش يطيحوا هاد الفريق. ما كاش الحرارة، ما كاش القلب، ما كاش كدا. احنا الفريق هذا نحبوه بزاف، نحبوه الفريق هذا، دمنا دمنا اللي يجري اللي يمشي في عروقنا. الإمكانيات الكاملة اللي مدوها المسؤولين ويعطيهم الصحة هي تبقى اللي جوار، خاش المسؤول ما يقدرش يدخل مع الجوار مع الملعب داخل تيرا باش يقول له هاك البالون ماركي. اللاعبون هم أيضا يعترفون بأخطائهم في حق هذا النادي العريق الذي بات يعاني هاجس التعثرات والاقتراب أكثر من السقوط قبل 5 جولات عن إسدال ستار البطولة. شوف الأسباب بينا، احنا لاعبين الأولين، احنا نتحملوا مسؤولية كبيرة باسكو احنا طونك دي جوار انا فوق الميدان. والحاجة كما يقولوا لي زاد غاتني، كما يقولوا ابري، كما يقولوا كارير تاع 17 ولا 18، كما يقولوا في لي كلوب في الفريق هذا تاعي، الفريق هذا اللي جامي ضغط معاه كما يقولوا الهبطة هذه. ان شاء الله نتمناو ان شاء الله يقعد، باسكو انا راح كما يقولوا راني اون فان كارير، ما تمنيش تكون لي فان كارير تاعي هكذايا. نقول لك الإدارة دارت جميع الإمكانيات تاع اللي تقدر، وكما يقول لك حنايا لي جوار، حنا لي زاكتور برينسيبو في الميدان، حنا اللي نتحاسبوا الاولين. فمن يفك لغزا ارق محبي مدرسه ماجر ومرسقه.